طيب اذا بستثمر معك بتتعهد انه ما تحطش اعلانات سجاير؟ بس انا شايف في شيء غلط من عندي، من عندك ما بعرف، حتى ما نطول على البرنامج، في غيرك بده يجي بعد. سوري السنغال عامل الدراسه تاعتك ولا بتعمله؟ اذا امننا بالتربيه ما لهاش مقر السنغال او الاردن او لبنان يعني او غيره. انا حابب استثمر بالسنغال. رح تروح على السنغال انت؟ يعني خلينا نبلش بشقفه شقفه من المشروع، لانه بعدين بتطور. اوكي، معقول يتطور على المراحل الثانيه ان شاء الله. مين قال فش خلقك انك حطها بتراك لايك ذس، مش بالشارع الرئيسي؟ خلاص يعني اتس نايس ثينكس، مش فش خلقك هذيك قويه بس تطخ مع بعض. بالموسم الثاني من العرين جذبت ناس لفكرة الاستثمار وعرضها. أصحاب المال خبرتهم عريقة وعلى طاولتهم ملايين الدولارات. هالدولارات قدامكم، ولكن للحصول عليها رح تكون المهمة الأصعب بحياتكم. خلينا نتعرف سوا على المستثمرين الأربعة. عمر الكوكا من الكويت، أحد مؤسسي بيت الاستثمار العالمي جلوبل، شركة استثمارية رائدة في الشرق الأوسط، يزيد مجموع ما أسسته عن 3 مليارات دولار. يتبوأ كوكا مناصب رفيعة في بنوك وشركات عدة، فوق رأس مالها $1 مليار أمريكي، أغنتها خبرة 25 عاماً من العمل والنجاح. شخصية عفوية ومميزة، قيادي بارز يتقن فن العمل والاستثمار ويسبر سر النجاح، يردد دوماً أن عائلته الصغيرة أغلى ما لديه. الاسم كبير والوقوف أمامه ليس بالأمر اليسير. ميشيل ظاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة العديد من الشركات، منها ماستر تشيبس، بوبنز كورن فليكس، وماستر تريند كابيتال في لندن. عضو مجلس إدارة لونغريدج للاستثمار، FXCM وفوركس، إحدى أكبر شركات تجارة العملات على المستوى الدولي ومركزها نيويورك. خامس أكبر ملاكي الأسهم في شركة سوليدير، وواحدا من أبرز المساهمين في سوليدير إنترناشنال، فضلا عن أعمال استثمارية على مستوى العالم جعلته واحدا من أهم رجال الأعمال في العالم العربي. مشاريع جديدة تطرح أمامه، فأي مشروع قد يستوقفه؟ أحمد طنطش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية جورد إنفست، أول شركة أردنية مساهمة عامة تقدم مجموعة من خدمات البنوك الاستثمارية المتكاملة برأس مال يبلغ 41 مليون دولار. ويواصل بذلك سلسلة النجاحات التي حققها خلال أكثر من عقد من الزمن في تأسيس وإدارة العديد من المشاريع في القطاع المالي والقطاعات المختلفة في المملكة. جدي وواثق بنفسه، يعرف ماذا يريد وكيف وأين يستثمر أمواله. أكرم مكناس، لبناني بحريني بنمي، صاحب الشركة رقم 52 في العالم المتخصصة في الإعلام والإعلان برومو 7، أكبر شركة تسويقية في العالم العربي وشمال أفريقيا. له مجموعة من الفنادق والعقارات المنتشرة في كل دول العالم، حائز على جوائز عالمية عدة بلغت أرباحه ملايين الدولارات في سنوات قليلة. يهتم مكناس بجمع مختلف أنواع الأثريات، وربما متحف مكناس للسيارات مثالاً واضحاً على تنوع ما لديه. باختصار، هو رجل مهووس بالعمل والنجاح، يعرف أين يغامر بماله وفكره، فعسى أن تكون أنت هدفه. بالنسبة لرجال الأعمال، استثمار بالأرواح ممكن يحمل مخاطر كبيرة، ولكن العواطف ممكن تدخل حتى تلعب دور. محمد من مصر لعب على العواطف حتى يقنعهم بمشروعه. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا محمد السيد محمد، مصر الجنسية، منطقة المنصورة. المشروع اللي عندي النهاردة إن شاء الله
مزرعة لإنتاج اللحم واللبن. المزرعة اللي عندي المشروع اللي أنا أقدمه لحضراتكم النهاردة مزرعة لإنتاج اللحم واللبن والسلالة. المزرعة مرحلة أولى إنتاج لحوم، المزرعة الثانية مستقبليا بعد 6 شهور هيخش فيها إنتاج اللبن. المرحلة اللي بعد كده إن شاء الله هيبقى فيها إنتاج سلالة، ولكن ما أقدرش أعتمد عليها إلا بعد 4 مراحل. المزرعة عشان تنجح لها عدة عوامل. العوامل أهمها الأرض، المكان المناسب والملائم لمثل هذه المشروعات. ثانيا إدارة. ثالثا منشآت. رابع حاجة اللي هي تأمين بمعنى أصح بالمصري العلف والحاجات اللي بتستخدم. أنا بالنسبة لي أنا عندي الأرض وعندي المزرعة. المشروع مرحلة أولى إن شاء الله هيبدأ بمئة راس، يعني مئة راس عجل، يعني مئة عجل مبدئيا. أول مرحلة هيبدأ بمئة عجل. المئة عجل دول تكلفتهم في 6 شهور، طبعا بعد 6 شهور ويوم ما يفضلوش عندي، 6 شهور هضطر أبيع. تكلفتهم 580,000 جنيه، ده بالمصري، بالدولار تقريبا 110,000 دولار، 108,000 دولار تقريبا في الحدود دي. بعد 6 شهور لازم أنا أدخل الأمهات اللي هي لمؤاخذة يعني في الحديث البقر الحلاب اللي هو هينتج للسلالة نفسه. بعد 4 سنوات إن شاء الله بيصير ربح هذا المشروع 200%. المرحلة الأولى في بداية المشروع ربح المشروع ده 80% إن شاء الله. كم المبلغ المطلوب؟ 580,000 جنيه، يعني بالدولار تقريبا 110,000 دولار، 108، يعني حسب سعر السوق يعني. وشو النسب اللي تصورك؟ شو النسب؟ نسبة رأس المال بالشراكة هذه؟ نسبة الشركاء يعني؟ نسبة الشركاء والله أنا يعني مش ما عنديش اختلاف فيها، بس هي 40-60. 40 لك؟ 40-60. ايه 40 لك 60 للمستقبل. هي النسبة المعتمدة فيها بتبقى التلت والتلتين. المزرعة اللي أنت عندك إياها هلا حسب سعر الأرض سيادتك والمنشأ اللي عليها، الملك اللي بحوالي 70,000 دولار بتملكها أنت؟ ايه تقريبا بالمتر، أوضحها بالمتر، تقريبا 6300 متر حاجة زي كده. الحلو بمحمد أنه واضح وصريح، وبالرغم من صغر مشروعه هو مساهم فيه. لحد هلأ بالعارين ما حدا استثمر بأي مشروع له علاقة بتربية الحيوانات. معقول محمد يكسر القاعدة؟ يعني المستثمر لما يعطيك 110,000 رح تشتري فيها أراضي ولا بس رح تشتري فيها؟ مش رح أشتري فيها شيء أكتر من العجل، المئة عجل، من 100 عجل اللي هيشتغل. أوكي، مش هم هيشتغلوا، أنت هتشتغل فيها. هتشغل العجل؟ هشغلهم. وبعد 6 أشهر إذا ما قدرتش تبيعهم، يعني هتشتري أمهات الأبقار فقط إذا قدرت تبيع العجول؟ لازم يتباعوا، لهم سوق. سوق مصر سوق كبير جدا يعني. يعني 100 عجل لحم يعني. يعني 100 عجل في السوق ولا شيء، ممكن دول 100 عجل لما اخذ ياخذهم مذبح واحد يعني. انت اولا حتشغلهم طبعا، حتشغلهم العجل حيشتغل مع البقره ويجيب سلاله، ما انت هيك قلته يعني؟ اكيد. ايه في تسلسل في وراها في اكيد يعني. ايه وبدل ما اشتري العجول من السوق يعني مثلا. طيب في كثير بمصر كثير في شركات كبيره بتعمل عمليات الزراعه، هل هاي الشركات خلت مجال لفلوس صغيره لواحد مستثمر صغير زي حضرتك انه يعمل فلوس؟ اكيد، لان السوق المصري سوق كبير جدا. عمر الكوكا اخذ كثير تفاصيل من محمد ولكن ما ابدى اي اهتمام. خلينا نشوف كيف كان النقاش مع ميشيل داهر صاحب الخبره الكبيره بالمزروعات والاراضي. اذا انا بدي اعمل معك مشروع شراكي عادي بقول لك الارض حقها 70 وانا بدفع 110 بطلع لك حصه، انت ليش بدك 60؟ يعني شو الاختراع اللي عامل؟ مش اختراع، لان انا هضحي بحاجات كثيره جدا يعني. ما انت حتاخذ راتب، انت عم تدفع 70,000. بعد اذن حضرتك انا مش محتاج راتب. ليش ما تاخذش راتب؟ لان ده مشروع، اذا اخذت فيه راتب اصير في موظف فيه، انا مش عاوز اكون موظف تشتغل من كل قلب. انا والله حابب افوت معك، بس مشكلتي بالارواح وخاصه هيك الابقار وكذا، ممكن يجي مرض يروح لي اياهم كلهم، ان شاء الله اخواني يقدروا يكون عندهم هالرغبه. انا والله انا كنت جاي يعني عندي امل كبير انكم تساعدوني، بس لا اكثر ولا اقل. ماشي. يعني مشروعك جيد وواضح انك يعني بتعرفه منيح، لكن مره ثانيه انا نفس الحكي اللي حكاه الاخ ميشيل، الاستثمار في الارواح يعني بتعرف لا سمح الله بكره بيجي اي نوع من المرض او اي نوع من العدوى وممكن انها تاخذ جزء من القطيع او حتى
يعني نسبة منه، وبالتالي أنا غير مهتم في هذا الاستثمار. شكرا. والله يعني أنا آسف، الموضوع ما بفهمه فما مهتم. بالنسبة لميشيل ظاهر وطنطش، التجارة بالأرواح مخاطرة، وبالنسبة لمكناس المشروع خارج عن مجاله. باقي مستثمر واحد، عمر الكوكا. فش غيري هون. أنا وياك. والله أنا جاي مش عاوز أقول كلمتين يعني بحس إني صر الموضوع من جهة تانية. أنا جاي وعندي أمل كبير إن نطلع من هنا مجبور الخاطر الأكثر ولا الأقل. في هاش جاب الخاطر، أنت أجبر خاطرنا. طيب شو؟ أمل هيك يعني بالخاطر التاني. لا قال لك الأخ ميشيل يعطيك معاش، قلت لا أخذتها قضية مبدأ. طيب إذا أعطاني معاش. طب إذا أعطاني معاش يعني مقابل إيه؟ بس هيدا هيدا عشان تضمن لازم كل يوم تبعت فلوس على بيتك ولا لا؟ إن شاء الله. طيب إذا ماتت الماشية ما عندك شو اسمه؟ أنت بتستنى لآخر ست أشهر؟ هلا أول ست أشهر كيف راح تصرف؟ من وين؟ بدبر حالي شو بدي أعمل. سيادتهم يمكن كلهم رفضوا الموضوع، أو اللي عندك أو اللي عند حضرتك قوله وأنا متقبله، ممكن ليها وجهة نظر تانية أو لحضرتك وجهة نظر. تاخذ 20% من المشروع. طب إذا حسبتها حضرتك بالورقة والقلم بعرفش أحسب، أنا بعرفش أكتب. وإذا رضيت حضرتك الـ 20% من المشروع أنا بقبل فيها بدون أي كلام، إذا حضرتك أنت قبلتها أنا بقبل فيها بدون أي كلام. قبلها إلك ولا قبلها إلي؟ لا تقبلها إلي أنا. أوه عادي بقى قبل 15. لا ما تحكيش معي بالأسلوب هذا. خمسة. هذا تجارة سيدي. طب تجارة ما لا مفاوضات بنتفاوض. طب أنا بقبل 50%. بقبل 50%. لا مش عمليتها بقبل يعني أنا. خذ 30% لأنك أنت حاطط 70,000 صح؟ أنت بتقول إنها بتسوى 70,000 صح ولا لا؟ صح. طيب وإحنا عايشين في بلد وأنت بلد ولازم نثق فيك وكذا. أنا مع حضرتك. خذ 30%. من حاطط 70,000 دولار مزرعة وأرضها تبقى تحت خدمة المزرعة. مش تحت خدمة، مملوكة للمزرعة صح ولا لا؟ خذ 30%. قول يا الله. والله هخسر. طب مباني المزرعة كم حتكلف؟ بتكلف حوالي 70,000 جنيه الوقت. قسمهم على 6 يعني 10,000 جنيه. جيب 90 عجل بلاش. ايوه بالضبط. جيب 90 يا اخي بتتدخل بمشروع. طلعت انا بساعدك. طيب صراحه ما شايف كيف عم يخربوا. لا انا كنت داخل فيها رهبه كده بس الحمد لله الوقت يعني. الواحد قبلك خلوني ابطل فبسرعه اقبل. خذ 30% ارجع بلدك. طب 40%. 35%. 40% كرمال يعني والله كرمال شغلات تانية كتير يعني. ايه الشغلات يعني التانية الكتير؟ احنا ثلاث افراد ثلاث اسر هيقف على قدم وساق المشروع ده، ما عندهمش خدمة تانية غيره. كونهم رجال مال واعمال، الناس ممكن تفكر انه الحسابات هي من اولوياتهم. بس شو قولكم؟ معقول طرح انسانة يتدخل ويغير القرار؟ طيب 40% طالما في ثلاث عيال. مبروك. 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 شكرا. اهلا موفق. اهلا يا محمد. شكرا. مبروك. شكرا. مبروك. شكرا فندم الله يبارك فيك. انتبه على شريكك. انا اصلا يعني متابعه كثير من السنه اللي فاتت والاستاذ احمد. الله يخليك. اهلا وسهلا. شكرا. مبروك. شكرا. الله يبارك. بكره ناخذ حليب ولبن طازه يا حبيبي. هو ليه بده يساعدك ميشيل؟ عنده هدف وراها يا عزيزي. لا انا عندي مساعدة. انا عندي ويكس سبوت لما قال لي ثلاث عيال خسرني 10%. ما قدرتش. انا يعني شفتك حتوصل 20 كان 30 ثانيين. ذات اي وونتد تو ستوب. محمد بقول لك بالبدايه مبروك. كيف نجحت تقنعهم للمستثمرين بموضوع زراعه؟ يعني هن يمكن عم بفكروا اكثر بتكنولوجي واشياء جديده، انت رجعتهم على زراعه. لان النهارده المشروع اللي انا جايبه ده هو مشروع اساسي كل الناس بتستخدمه. احنا بلد ارياف كل الناس بتستخدمه، اللبن كل بيستخدمه، اللحم كل بيستخدمه، وبعدين دي شغلته ومهنته يعني. يعني ما انا جايب فكره وجاي اطبقها ممكن تصيب ممكن تخيب يعني. مهما كان مشروعك جديد في دائما بين المستثمرين خبير. تابعونا وراء الاعلان. هذا المشروع انا درسته، بدي ناقشك فيه لشوف انا وين غلطان او انت شو الاشياء اللي ما انتبهت لها. اوكي. طارق نقاش دكتور بالاقتصاد ودراسته كتير دقيقة، وهو بحاجة ل 600,000 دولار لتحقيق مشروعه. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا طارق نقاش، دكتوراه في الاقتصاد من لبنان. أنا اليوم مشروعي it's a unique way to expand export.
فرصة مهمة جدا للتصدير. عم نحكي نحن عن الخضار المجففة والفاكهة المجففة. نحن منصير نبيع لأنه مجففة. مجففة شو معناتها؟ يعني مسحوب منها 70% من المي، بمعنى آخر بينسحب منها كل شيء اسمه مايكرو أورجانيزمز. ولما بينسحب معناتها أنه ثيوريتيكلي ممكن الضاين عندك هالضاعة هيدي أو هالكروبس هدول ثيوريتيكلي لغاية 12 سنة. البصل ممكن نعمل منه 8 أصناف، من الباودر للسلايس للدايس للجرانولر لكل الأمور. اللي عم نطلع له نحن اليوم هو البرودكت البصل والثوم كبداية، وبعدين بنطلع فيها للدايفيرس فيجيتابلز. هالمشروع بكلف تقريبا 3.6 مليون دولار. الليفرج تاعه حوالي 50%، يعني وي ار اسكينج فور 50% ليفرج، وي ار اسكينج فور 50% ان اكويتي. هل 50% يعني بحدود بيصيروا بحدود المليون و800 او مليون و800 وكذا الف. هدول اللي هن هلا معروضين. في بنك مهتم بانه يعطينا مستوى الليفرج كلياته. وي ار ستادينج هالشيء هذا معه. طبعا انا عندي اي فرايتي اوف 3 كومبانيز من الهند ومن امريكا، قدرانين يعملوا الديزاين تبع الصناعه كلياتها، وقدرانين ينفذوها ات ان اوبريتور ليفل، وقدرانين يعطونا اوبريتنج جارانتيز بانه الانتاج حيطلع بالجوده اللي لازم يطلع فيها. البي باك بيريد تبعتنا هي 4 ييرز. نحن من ثاني سنه تشغيل بنبلش نعمل ربح. الريتيرن اون كاش تاعنا از 22 مليون ان 10 ييرز تايم. 3.6 مليون دولار، واحد من اكبر المشاريع اللي انعرضت بالعرين، تجفيف الخضار مثل الثوم والبصل وتحويله لمنتجات مختلفه. هالمبلغ بيشاركوه فيه مجموعه كبيره من الاطراف. خلينا نشوف اذا هالمستثمرين رح يكونوا معهم. إذا قلت المشروع رح يكلف 3.6 مليون. نعم. وحاطط الموديل تاعك انه 50% البنك يعطيك اياه. معناته انت محتاج 1.8 مليون دولار. يس. متاكد من الرقم هذا؟ يس. طيب وحاطط في المشروع 100,000 متر مربع محتاج لاند؟ هو 100,000 اذا كان نحن بدنا نرتاح كثير، خصوصا انه بالبقاع اليوم سعر المتر محل ما انا عم شوف بحدود 3 دولار. اذا بدي فوت على المنطقه الصناعيه مباشره فبكتفي باقل من هيك بكثير. انت بدك تزرع ولا انت رح تشتري البرودكت؟ لا انا بدي اشتري البرودكت. ايه بدي اشتري البرودكت. طيب 100,000 ال 100,000 طبعا حيكون في عندك اسم، يعني حتى بصير الواحد يرتاح اكثر بالمساحات الموجوده، بس هو الشاك نفسه او الهانجر نفسه هو بحدود ال 2500 متر. ايه هذا شغلك جوا، يعني نحن ذا موست ايديال مثل ما حضرتك عم بتقول هو 10,000 90,000 زيادة. لأن بالفعل لما شفتها أنا كانت كتير رخيصة، يعني 3 دولار يعني حتعطيني كانت حوالي 300,000 دولار الأرض كلياتها، كنت بقدر إني أقسمها. لأنه الفكرة الصناعية تبعيتي هي فكرة بتبدي بصناعة من هالنوع وبتعمل انتجريشن لصناعات أخرى. حدا بلغك إنه البرنامج هذا ممنوع أكثر من 600,000 دولار؟ وليش جاي تقول تحكي عن 1.8؟ في عندي انا ناس كمان هلا مستعدين يفوتوا باجزاء محدده بالراس المال. لا وقف شوي، انت هون واقف هلا محلك، سؤال وجاوبني، كم مطلوب منا؟ كم مطلوب عم تعرض علينا؟ مطلوب 30%. بعطيكم 30%، مطلوب 600,000. انا شايل لحالي حوالي 20%. كاش زينا زيك؟ أيوة. حاطط اكزاكتلي. اذا انت زيك زينا حاطط فلوس على الطاوله؟ انا لا، انا فايت 20% بالجود ويل وبالمانجمنت تبعيتي. 20% من مليون و800 يعني 360,000. نعم، يعني تقريبا 60% من المبلغ. زي احنا يعني انا حاطط 100 انت حاطط 60 تقريبا، يعني اكزاكتلي. طيب وشو ضمننا انه الباقيين جايين يحطوا فلوس؟ بلكي ما اجوا. هلا ما في ضمانه اساسيه، بس في بروميس. مره جديده، هالمبلغ منه صغير، بس بين المستثمرين في خبير. خلينا نسمع رأيه ونشوف إذا رح يأثر على باقي المستثمرين. أنا حابب فوت مع شريك إلا إذا ضويت لي أشياء أنا مش منتبه لها. البصل بلبنان
المشكله بلبنان ما بيسوى البصل الا هو الميديم اللي هو الدراي ماتر تبعه واطي. انا عملت المشروع، درست المشروع، مشروع تكلفته اكثر شوي من هيك، ومن انترناشونال دراير كانت المعدات اذا بتسمع بالشركه، ما بعرف انت منين جايب الخط، ولكن انا لفت لي نظري شغله. انت عم تقول انه المصنع بده يطلع قد ايه بالسنه؟ حاطط 3,600,000 حق شو؟ حق المعدات حوالي المليون. ايه؟ في عندي وركينج كابيتال بدي احطه، حق الارض، حق الهنجار. كثير منيح. طب انت البصل على مدار السنه من ما تجيبه؟ ايوه. هلا لما نحن عم نحكي على لانه انت حاطط طاقه قصوى. ايه؟ عم تقول 3 شيفت 12 شهر بالسنه. اكزاكتلي. طب انت اليوم البصل على مدار السنه ما بده يجيب. هلا اذا بتلاحظ حضرتك انه الريشيو الصناعيه البصل الى غيرها الى المجموعه الثانيه هي 2-1 تقريبا. البصل نحن عندنا استيراد من مصر، قدرنا نستورد من مصر. معلش حتى اكون انا شوي فضل. معك يعني انا تفضل. بالعكس انا حابب اشجعك على المشروع. شور. حتى اكون واضح معك، انا انت اليوم حاطط طن بكلفك 3000 دولار بده 10 وحاطط 56%، انت معتبر كيلو بصل كلفته 250 ليره؟ لا، بدي بيعه ب 3000. بدك تبيعه، بده 10 كيلو بصل. بدي 10 كيلو بصل. طيب هي الروماتيريال بدك انت عم تحسب 30,000. اذا كنت عم تحكي 3000 طن بدك 30,000. لا مش هيك، بس انت عم تحسب انه كل 10 كيلو بصل بعتهم ب 3000. صح. عندك ديبريشيشن واجار عمال وغاز بلبنان من اغلى دول العالم بالغاز. صح. على فكره. منيح. انا برايي هذا المشروع يعني بده دراسه شوي اكثر. أنا عندي كل الدراسه، ما بدي حدا يفهمني غلط. هلا انا بتمنى هي مشاريع، عن جد عم بحكي، انا ما حدا يفهمني غلط فيها، انا هي مشاريع بحب ساعدها وبحب نميها، بس اللي عم شوفه انا مشكلتنا بالكلفه عندنا بلبنان والبصل، انه بتخزن المصنع مثل هذا بده 10-15,000 طن بصل، بس تكلفه البرادات لتخزن للمعمل هذا بدها 7-8 مليون دولار. انا بتمنى عليك تدرس المشروع اكثر. انا يعني بكل انا بحترمك وعلى راسي، انت بتمنى عليك تدرس المشروع اكثر. ما في احكي خليني اوضح لك بس شغله صغيره. أنا عندي اهتمام، بس أنا شايف في شيء غلط من عندي من عندك، ما بعرف، حتى ما نطول على البرنامج في غيرك بده يجي بعد. نحن حاطين التكاليف كلياتها، وأنا عندي إذا بتحب أنا كل الفاينانشز موجودة تو يور بيروسل يعني. بس أنت ما بدك تاخذ بعين الاعتبار هون قصة الخزين، أنا ما بدي إياك تتورط بالمشروع. لا تورط حدا معك، لأنه أنت هون ما بدك تعمل مصنع بالآخر وما عندك طاقة تخزينية تشغل المعمل. نحن عم نحط الطاقة التخزينية تبعتنا شهر. ما بغي تجيب عندك البصل موسم بلبنان. ايه اكزاكتلي. بس نحن في عندنا رزنامه زراعيه عربيه مهمه جدا. اذا بدك تجيب بصل من برا يكلفك الطن 70-80 دولار شحن، فشل المشروع. في عندنا اكسشينج، يعني نحن اليوم قدرانين انه نجيب بصل، قدرانين نجيب بطاطا. انا اذا استورد بصل لهالمصنع انا مانيش مهتم. مش استورد، انا اللي حاطه هون حاطط انه انا في عندي استصلاح اراضي شي 1000 هكتار بدهم يسيروا لحتى اقدر اوصل للتوناج اللي انا بدي اياه. واحد. اثنين، انا بقدر اني ساعد الباقي، يعني اذا لما بيكون في عندي انا اذا بدك نواقص بستوردها، بس انا برجع بعمل شيء اسمه انا ما عملك مشروع، ما الله يوفقك، بالمارجنال اناليسيس قادر اني احط الكوست مع الكوست هذه وعمل لها دمج. ما بدي اياك تتورط بالمشروع، بس يا ريت ترجع تدرسه اكثر. انا غير مهتم، شكرا. أنا حقيقة ما بفهم الموضوع أبدا، فغير مهتم. شكرا دكتور طارق. شكرا، أنا مش مهتم. alright. شكرا. سباق السيارات عالم مليان مخاطرة ومراهنة، معقول حدا يقبل فيه؟ تابعونا وراء الإعلان. بس هذا ما بصير فيه مراهنات. لا أكيد لا. طيب في مجال لإعلانات؟ فيه طبعا أكيد، هو طيب إذا بستثمر معك بتتعهد إنه ما تحطش إعلانات سجاير؟ مرحبا. اهلا، اسمي مازن حجازي، انا طالب جامعه من لبنان، وهذا مشروعي اللي هو دراك ستريب، يعني مثل سبق بيصير على طريق جلسه احسن ما، يعني هو مخصص بالسيفتي هذا السبق، فحسميه انا الدراك بيروت دراك ستريب. هو يونيك، ما في منه الا يعني اول دراك ستريب لبنان هو على الشكل هذا، طريقين
كل لين عرضه 10 امتار ب 10 امتار، بيكون في مدرجات على كل ميله. هلا مش هون القصه كلها، الشغله بالاسعار، لانه هذا البروجكت هو يونيك، يعني ما عندنا كومبيتيشن هون، انه فالكل حيكون بيجي لعنا كرمال يستعمل هالدراك ستريب كرمال يتسابق. في ناس لانه مثلا بيخافوا على الطريق يتسابقوا مع بعض، بيجوا لهون بيعطونا مثل في كرمال يتسابقوا، وهي كل سبت واحد نعمل مثل كومبيتيشن، بيكون في برايس للمتبرعين، وفي مثلا هالمبنى، هالمبنى فينا مش ضروري هالشكل، بس هذا اضبط شكل كرمال يبين للكل. في يكون في اميوزمنت سنتر، وفي يكون في ريستورانت للعيال اللي بتيجي، فينا ناجر محلات كرمال الاكسسوارز للكارز. وهلا في الاكسبنسز، هن عندنا بيكون في 10 امبلويز، وعندنا اكيد التارماك الزفت كيف بدنا نحطه، والبنايه. هلا مساحه الارض بتكون 800 متر بالطول وشي 400 بالعرض، كرمال تكون كثير منظمه ومرتبه. النت انكم الاستيميت تاعولها بالشهر بتطلع تقريبا شي 14000 دولار، وبالسنه 156000. وانا طالب 400000 دولار، وحصه من البروفيت هي ل 40% والكم 60%، والمانجمنت انا حكون دايره للبروجكت هذا كرمال ينجح. مازن شاب صغير بعده عم يدرس، وفكرته لسباق السيارات بلبنان جديده. السرعه ممكن تجذب الشباب اللي بعمره، بس هالمستثمرين مشاريعهم ونجاحهم بمجالات ابعد من هيك. معقول حدا منهم يشوف هالمشروع برؤيه تانية؟ اذا هاي مش ريسينج كاز، هي نفس الشيء، اثنين بتفقوا تعالوا نتسابق يعني؟ لا، هي اثنين تعالوا نتسابق، بس كمان فينا نعمل نحن كومبيتيشنز هون يعني، وفي سبونسرز مثلا بيجوا كثير، لانه اول وحده بلبنان وما في يعني حتى بالمنطقه قليل تلاقي منها. المفروض يكون ستريت. ايه ستريت بس، وكثير سيف، وممنوع حدا تحت ال 18 يفوت اكيد، ولازم يكون في دفتر سواقه لكل واحد، والفيورز بيجوا بيدفع كل واحد 5000 يعني 3 دولار تقريبا كرمال يتفرج. وكثير سمبل، وفينا نحن نعمل يعني انفستمنت بالمحلات اللي بدنا نبيعهم، بنعمل مثلا للاكسسوارز نشوف يعني مين بيجي بيعطينا سعر احسن. في بايكس يجوا كمان 8 دولار على واحد تقريبا. ارض بده يشتريها الواحد لحالها كم راح تكلف من 400؟ ايه ما هيدي الارض هون فينا نستاجر ارض. هلا انا شفت ارض بدبي بدنا ناخذها محل يعني بالسنتر تقريبا، كرمال يجي يعني من كذا المناطق، ما فينا ناخذها بعيده كثير بعيد عليهم. فبدبي شفت وحده الرنت 200، بس بقى انه هلا تقريبا يعني عم بحكي مع الزلمه 200 شو 200؟ 1000 اجار سنه. هيك بدك المبلغ هذا؟ نعم. مش هيك بدك المبلغ؟ بدي 400، لانه عندك انت البنايه وعندك الطريق. ايه الطريق، وفي عندك هذا الضوء هول اضويه يعني كرمال بالليل اذا بدنا نضويها، والاكيد الزفت وشق الطريق يعني، بس يعني ما طريق، والمدرجات هن خشب يعني بيكونوا، والبنايه هي بس عباره عن طابقين. مش انت قلت الايراد 156000 بالسنه؟ ايه هول نحن الانكم تاعون. الانكم هذا المينيموم، هذا اقل شيء فينا نطلع، ومنه بدنا ندفع 200000 اجار الارض. ايه هلا الارض فينا نغيرها، فينا نلاقي غير محل للارض بدك، لانه بس تقريبا هذا المعدل يعني بدك تدفع لك 200000. ايه معقول يكون في غير الارض 200 يعني. 150 اذا مش 200، انه صرنا بريك ايفن. هي مش هالقد بريك ايفن، بس انه لانه اول سنه يمكن هيك، بس حتطلع اكثر. انت عم اقول لك مينيموم 150، مو 56 مينيموم بنطلع. سؤال انه انت بدك تدير المشروع وتكون هاي وظيفتك يعني؟ لا انا بدرس بالجامعه. بتدرس في الجامعه؟ اي سنه؟ ثاني سنه. اوكي. ام اي اس. برايك طبيعه الشاب اللبناني يعني بحب لانه انا حسب ما شفت هالقد العالم ومليان يعني انا تفاجأت عنده يعني بحب، اكيد رح بحب. ايه. عمر الكوكا مستأنس بالحديث، فكرة المشروع يمكن استهوته ودفعته ليحصل على كتير من التفاصيل المتعلقة بإدارته وربحيته. خلينا نشوف إذا في اهتمام تاني بالمشروع. شو بدك تسمي المشروع؟ بيروت دراك ستريب. مش فش خلقك يعني؟ إذا بدك فش خلقك. حلوة هيدي. أنا بصراحة. فعل علي هيدي. فعلك علي هيدي فيها. أنا بصراحة الله يوفقك. ثانك يو.
هذا مشروع بده راس مال اكبر من اللي انت عم تطلبه ال 400، لانه في عندك يا اما استئجار او شراء الارض، هذا راح ياخذ جزء كبير من راس المال. في عندك جزء كبير منه اللي هو البناء، في عندك بدك تبني الـ يعني هذه ما تفكرها الستيجز، هاي بدها مبالغ محدده. انا غير مهتم في الوضع الحالي. شكرا. حقيقه انا ما فيني الا بس اقول لك انه خذ سنتين هلا حضر الزياده التفكير تبعك للمشروع بسرعه كبيره مثل سباقاته. مازن خسر 3 مستثمرين وبقي له امل واحد ليربح الجوله. فانا بتاسف هلا بروح حاضر. شكرا. مازن، إذا برأيك ممكن تلاقي أرض بتكلف أجارها 50,000 بس، ممكن المشروع يكون مجدي. فبتلاقي أرض هيك ولا كل أراضي رح تكلف تقريباً 200,000؟ حسب المنطقة، هون عنا من حسب المنطقة. تلاقي ب50,000 المساحة اللي بدك إياها؟ المساحة يعني بيروت صغيرة صارت، فما فيها هالقد مساحة بعدين، بس إذا فتش يعني واحد بيلاقي. بس هذا ما بصير فيه مراهنات؟ لا أكيد لا. طيب في مجال لإعلانات؟ في طبعا اكيد. هو يعني. طيب اذا بستثمر معك بتتعهد انه ما تحطش اعلانات سجاير؟ اكيد. ما هو سبور، هو ما خص سجاير، بتركز على السبور. مزبوط. بس هذا الدعايات اللي حيكونوا شيء خاصه بس يعني بالكارز، دوليب غير قصص يعني خاصه بالسيارات، و يعني مخ ما بعتقد اكل. طيب وقديش بدك تاخذ راتب؟ انت رح تشتغل بارت تايم صح؟ مظبوط بارت تايم. وحتى العالم حيشوف بارت تايم يعني راتب ما بعرف قد تقريبا. خلص بتاخذ لك راتب $1,000 وبتاخذ 5% من الربح. طيب اذا طلعت مش انت المدير المناسب بتضلك تاخذ نسبه من الربح، بس بنجيب غيرك مدير 10% 5% منيح. قول يا الله. بيروت دراج ستريب، شو اسمك انت؟ مازن حجازي. مازن حجازي. كم واحد ووحده راح يقولوا انه انت سويت المشروع؟ ما حدش عارفني انا صح؟ فانت بتاخذ الصيت وانا باخذ الفلوس. مزبوط. فير شكلها ولا لا؟ فير. انا بعرض عليك انك تشتغل براتب، بدك تشتغل زي غيرك، تاخذ 5% من الربح. بس راح نسوي المشروع اذا لقينا ارض ما تزيدش عن 50,000. طيب. الارقام تاعتك 200,000 خسرانه من اول يوم. وبتتعهد انه يكون جرين، يعني ما يكونش فيه لا رهان ولا يكون في اعلانات سجاير. مظبوط. اذا بعرض عليك تاخذها. مبروك. يعني حياه المفروض وزاره السياحه هي اللي تعطيه الارض، لانه اذا هذا زبط ايفنتشلي اعتقد ممكن يجيب ناس من برا، لانه هاي الشغلات فيها نوع من الادمان عليها. وحياه حلو كثير انه الشباب تفهمهم انه اذا بدك مين قال فش خلقك انك حطها ب ب ب بتراك لايك ذس، مش بالشارع الرئيسي. يعني نايس ثينكس. انا اي ثينك انه ممكن يكون جيد، ممكن يكون له في فايده. بس ما يعني تفكيرك بال ام افريد باي ناو دبي راح ياخذوه. دبي عندهم. لتكسب ثقه المستثمرين وتمويلهم لازم تكون فكرتك على الاقل واضحه، مميزة، مربحة، ومجالها بالمنافسة موجود. ولكن الأفكار، الأحلام، وحتى المبالغ الخيالية صعب توصل لشيء. أنا اسمي أحمد صبحي، محامي من مصر. المشروع بتاعي باختصاره عبارة عن موقع للإنترنت خاص بوزارة العدل. عن طريق الموقع ده نقدر نقوم بكل الأعمال اللي بنقوم بيها كمحامين في مقر المحكمة من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من أي مكان في العالم. فعشان كده بعرض على حضراتكم مشاركتي في حقوق الملكية الفكرية لهذا الموقع على مستوى العالم بنسبة 40% مقابل $400,000. أحمد، بالنسبة لوزارات العدل في دول العالم، أيوة، هل تسمع أنه واحد يفوت يشوف الدعاوي ويشوف مين مشتكي على مين وعلى شو الدعوة؟ في بعض البيانات اللي من حق أي حد من الجمهور يشوفها. معناته هذا رح يكون سايت رسمي لوزارة العدل. أيوة فهمت بالضبط. طيب اتفقت مع وزارة العدل على ألف البلد اللي أنت جاي منها؟ أنا بعت لهم الحقيقة، بس ما فيش رد رسمي جالي من وزارة العدل. الرد اللي جالي كان بعت للسيد رئيس الوزراء، ومكتبه رد عليا طبعا مش هو شخصيا، إنه هيدرسوا الموضوع، بس الحقيقة ما فيش حد رد عليا لحد دلوقتي. محمود نويهاد، لبناني، 23 سنة، بشتغل محاسب. اليوم بدي أعرض عليكم فكرة جديدة لويب سايت اسمه catchme.com. هذا الويب سايت فيه عدة خدمات مش موجودة بعد اليوم بسوق الانترنت.
بدي بلش على السريع. البيرسونال اندكس هو دليل اشخاص، رح نعتمده دليل عالمي. هالويب سايت رح يكون مؤلف من عده لغات، عده لغات العالم كلها. البيرسونال اندكس هو دليل لكل شخص فردي، رح يدخل على هذا البيرسونال اندكس يعطي معلومات عنه شخصيه. هالمعلومات مكونه من كل شيء بيتعلق بالشخص، من بفايل يعني بكل شيء بيتعلق بحياته كامله، من معلومات شخصية عنه، تليفونه، الإيميل تبعه إذا عنده إيميل بشبكات تانية، الوصف الجسدي اللي قاله الهوبيز، كل شيء بيتعلق فيه شخصياً رح يوطنها بهالمعلومات بهذا الويب سايت. هالاحتمالات ما رح يكتبها تايبينج، رح تكون كناية عن تشويسز رح ياخذها يعبيها بخانات معينة. السبب من هالشيء تيكون في لينك بين كل اللغات. بتعتقد مين برأيك بيحب يحط البروفيل تبعه؟ فضيحة يعني. في برايفسي لكل شخص، يعني في مش ملزم يحط شيء بيشوفه برايفت، تعرف اسمه وتعرف بيته وتعرف شكله. مش عم بيعمل هيك الفيسبوك؟ فيسبوك هو لفئه معينه من الشباب والصبايا وليمتد الخدمه تبعه. اتمنى لك كل التوفيق، لكني غير مهتم. شكرا. انا بعتذر منك، يعني ما عندي اهتمام على الاطلاق بمشروع زي هذا حتى لو اجاني من واحد كمبيوترجي. حسين الشام من الاردن. انا مجال عملي في الاردن بتعهدات الصيانه والديكور، بالإضافة إلى إبداعات كثيرة توصل لحوالي 500 مشروع إبداعي. بدنا نستعرض هلأ مع بعض مشروع تطوير نظام معماري زي ما في قدام حضراتكم، اسمه الماريانا ماجيك بلوك. يعني أنا بس إذا فهمت المشروع صح، أنت عم تحكي عن كأنه كونكريت بلوكس وبينهم عازل، وهدول كأنه يعني كليك القطع اللي انت عم تحطهم جنب بعض او فوق بعض بتطبقوا على بعض، بالتالي هذا هو هي بتفعل نمطيه التعشيق الافقي والعمودي. قديش الفرق بالاستثمار الاولي اذا حدا بده يبني عماره، يعني بدل ما يشتري طوب يشتري المنتج تبعك؟ هو ما فيناش بالبدايه انه نقارن بالطوب. فهذه المواد انعمل عليها تيست بالنسبه للكونفرسيشن؟ تطبيق عملي ما انعمل. لا لانه لا لا شغلي يعني انا عم بعطيك فكره، ما بعرف اذا انت اي لما يكون عندك حراره من برا وحراره من ثاني ميل، هيدي بتعمل رطوبه بالحيط. هلا اذا المواد بتتفتفت على الرطوبه، يعني حتلاقي بعد سنه 2-3-5 ما في مواد بين الحيطان. فما بعرف ما نعمل على تيست هي. لا لا تطبيق عملي ما نعمل. لا طبعا المشروع لا زال فكره، لذلك انا ايضا غير مهتم بالمشروع. مصطفى أسبر من لبنان. المشروع هو مشروع المدرب العربي، باختصار كثير شديد هو لصناعة المدرب العربي والتدريب وإعداد يعني إعداد وإنتاج منتجات خاصة في التدريب في الوطن العربي مثل حقائب تدريبية. عملنا الترخيص الحمد لله للمجلة طبعا، ولكن المشروع الأكبر هو مشروع المدرب العربي، مؤسسة المدرب العربي يلي تهتم مثل ما قلنا بإقامة مؤتمرات كمان إلى جانب التدريب، إلى جانب الأشياء الخاصة في التدريب بكل نواحيها. المطلوب المبلغ هو هو طبعا للمنتجات كلها، يعني مش لشيء واحد. هو المجلة والأكاديمية؟ لا لا، هي الأكاديمية والمجلة، إلى طبعا جانب موقع الإنترنت يلي خاص بالموضوع، إلى جانب الانتشار الإعلامي يلي هو مطلوب للأكاديمية بحدود 400,000 دولار وللمجلة ب100,000 دولار بهالشكل. هنا يعني المبلغ كله 500,000 دولار. وإذا أنا مهتم إني أقول لك إن فيني أحكي أنا معك بالمجلة. نعم. مستعد تمشي معي بالمجلة بس لوحدة؟ يعني المجلة لوحدة لا تفي بالموضوع كامل. أنا آسف. بدك بعمر 3 سنين تدخل ابنك على الجامعة؟ تابعونا وراء الإعلان. الفكرة الرئيسية للمشروع هي إنشاء جامعة Kids International University، جامعة متخصصة للأطفال، وهذه فكرة عالمياً غير مطروحة لغاية الآن في سن ما قبل المدرسة أو الدخول للمدرسة بمراحلها الأساسية. كل مستثمر عنده اهتماماته على الأرض، تجارة، صناعة، عقارات، خدمات أو حتى تكنولوجيا. البعض منا ربحها سريع والبعض الآخر فيه مخاطرة. موفق جاي من الأردن ولكن حامل فكرة بعيدة عن مجالهم، عالم الطفولة. صباح الخير. صباح النور.
موفق موسى زيادات من الأردن، أحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة التربوية مجال الإبداع والابتكار. الفكرة الرئيسية للمشروع هي إنشاء جامعة كيدز انترناشونال يونيفرسيتي، جامعة متخصصة للأطفال، وهذه فكرة عالمياً غير مطروحة لغاية الآن في سن ما قبل المدرسة أو الدخول للمدرسة بمراحلها الأساسية، وإن شاء الله تستكمل في المراحل القادمة إذا لقت استحسان. الرؤية لها المشروع أن نعيد تشكيل قيادات من الأطفال للمستقبل، قادرين على أن نحتضنهم من مرحلة الطفولة المبكرة. أهداف المشروع أن يكون أول إشي مشروع عالمي وليس محلي مرتبط بمكان معين، يرعى الطفولة في بشكل كبير والطفولة بأكثر من بلد وليست بلد واحد، يعني تبلش تنتشر على هيئة دوائر. المسألة الثانية أو الثالثة من الأهداف، نحقق عائد مالي جيد من خلال المشروع. إذا نحن نتحدث عن 600 ألف نسبة المشاركة أو نسبة البرسنتج المطلوبة راح تكون 20% من قيمة الربح. في دراسة خاصة مالية لهذا الموضوع ما راح أقدر أنا أعرضها لضيق الوقت. موفق قدم فكرة للمستثمرين فيها كتير من الغموض. جامعة للأطفال بتنمي عنده مواهب متخصصة ومتنوعة. المشروع جديد ولكن الشرح عنه لازم يكون كتير دقيق، وإلا الانتقادات راح تبدأ من أول الطريق. ما فهمت شو هي فكرتك الأساسية أو الهدف من اليونيفرسيتي، يعني تبلش تنمي مواهب معينة من هو وطفل، يعني يبلش تخصصه من هو وطفل، ولا شو الفكرة، شو بيغيرها أو بيختلف عن المدارس الثانية الموجودة هلأ للكيندر جاردنز؟ تمام. الفكرة الجامعة أو جامعة الأطفال فكرة قائمة على التخصصية في الكليات، بتفتح للمجال لولي الأمر والطفل من مرحلة الطفولة المبكرة أنه ندرس إيش توجهات هذا الطفل العلمية أو المواهب اللي ممكن إحنا نفيد فيها هذا الطفل، ونركز على أنه ينتقل إلى يعني كلية متخصصة تنمي وترعى مواهبه بالدرجة الأولى. شو الأعمار؟ أعمار ما بين سن 3 سنوات لغاية 5 سنين و8 أشهر، اللي هي مرحلة ما قبل الصف الأول. كيندر جاردنز. تمام. رأي دبحته للطفل، يعني الطفل مفروض يكون طفل. إذا ببلش أخذ الطفل وحطه بهالمراكز الصعبة هذه، إنه أنا بلش أعطيه تخصص. تمام. يعني هو تنوع العلم كطفل بتصور له فوائد كبيرة على الطفل حتى يعطيه نظرة عامة على الحياة. يعني أنا بحب أستثمر في التعليم. تمام. لو أنت تلغي موضوع جامعة أنا مش شايف التميز مزبوط. وتكلم معي إنك بدك تعمل KG، بدك تعمل روضة أطفال، أعتقد يعني قطاع التعليم جيد وعليه ديماند وبالأردن. أنت عم تتكلم عن الأردن صح؟ ممكن يكون الأردن كاستثمار كبلد أو ممكن أي بلد ثاني، يعني مش حدد البلد عشان عمان. أنا كنت محدد بالدرجة عمان. يس. أوكي. يعني أنت بدك نستثمر معك 600 ألف. تمام. عشان نشتري لك تيكت وتروح فيها على عمان. إذا كانت تكلفتها 600 ألف بفضل أروح على محل ثاني. إيش هي؟ مش التيكت، بطلع على القمر. تيكت يعني. البروجكت يعني. ام سوري، لا انا فهمت الموضوع. عمر بكلفك اكثر. القصد اخي الفاضل انه انت بدك نستثمر معك. تمام. راح تستثمر، بدك تروح على بلد جديده عليك. وهلا الجديده يعني انه نظام تعليمه مختلف. ما بعرفش قديش وقت انت حطيت لدراسه التعليم او قطاع التعليم في عمان. انا عامل خلينا نحكي سيرفي، انا حط 1 من 4 خيارات، كل واحد منهم له مسحه التربوي الموجود، معتمد على عدد السكان، معتمد على نسبة الولادة، معتمد على عدد يعني الفئات الأجنبية الموجودة قديش هي، لأنه هاي كمان إنبوت كثير مهم للتعليم. من بعد هالملاحظات المشتركة حول الفكرة انطرحت إشكالية جديدة أمامهم، كون موفق قرر يختار بلد غير بلده ليأسس المشروع فيه. هالموضوع بحاجة لدراسة كبيرة. طيب حضرتك طالب 600 ألف دينار مقابل 20% من المشروع. تمام. يعني أنت مخمن الفكرة ب 3 مليون دينار. نعم تماما. ما بتلاقي أنه عم تطلبه أنت مقابل فكرة، هي فكرة بالآخر، مقابل الفكرة هي عم تعملها فاليويشن بحدود 3-4 مليون دولار. شايف شوي أنك شاطح كثير. كثير إيه. والله الحلم على الإنسان حلو أنه يحلم صح؟ نعم. تمام. اليوم أنا حاب يفوت معكم المشروع، بس بدي مور سوليد ستدي. تمام. للمشروع طبعا انه موضوع 20% على 600 ألف دينار، هذا الموضوع يعني كثير بعيدين عن بعض. مشروع ما فينا نناقشه بالتفاصيل هلا. صح. ولكن انا مهتم هلا بالنسب، ماني قادر احكي لانه ماني عارف الدراسه اللي عملها انت.
وانا بتفق مع حضرتك تماما. يعني النسب انا بالنسبه لي احكي انه اخر شيء ممكن افكر فيه بصراحه، اذا بتحدث عن توجه تربوي انا كمان انسان بدي اعيش اكيد بالاخر، بدي انكم لاعيش، بس انا بتحدث انه في عندي حلم تربوي احققه اهم بكثير من النسب بالنسبه لي. بلكي نبلش واحد بعمان واحد بعمان وواحد ببيروت، كويس بكون سعيد جدا. ميشيل ظاهر كان مهتم كثير للمشروع، ولكن حكايه بريق الزيت اللي هي النسبه كانت عقبة أساسية بالتفاوض، بس سؤال صغير من عمر الكوكا ممكن يوضح كثير من الأمور. أنت طلبت 20% من الربح صح؟ نعم من الربح، وليس أنت إلك مش بدك تعطينا. لا هو لا إلي 20% من الربح. يعني أوكي. 80. أنا فهمت 20% للمستثمر. لا لا لا, 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 لا سوري لا لا, لا. لا لا مش شاطح لك، فينا نحكي فيها. اوكي لا لسه غلط يعني. ثانك يو. لسه شاطح. لا لا 20% انا. طب انت رح تحط راتب لحالك قديش؟ بلكي ما اخترتني اكون انا مدير للمشروع. لا ما انت لا 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 مش موضوع المشروع، لانه اليوم دائما عندي فيجن 5000 دولار اليوم عنده الفيجن. هذا اتس ايكوال ماي يعني سالري ناو. انا مهتم بالمشروع. بعد هالجواب كل الحديث تغير، خلينا نسمع راي باقي المستثمرين. الفكرة جيدة، بحب أعرفك على صندوق متخصص في مجال التعليم في منطقة الشرق الأوسط، بيستثمروا طبعا هم في مدارس ومنظمات تعليمية قائمة، ممكن أنه أعطيك أرقامهم وتتصل فيهم ويكون في لقاء قد يهتموا في الاستثمار في هذا الصندوق. شكرا. صندوق أوريدي مستثمر. عم حط لي كومبيتيتور جديد. طبعا أنا صراحة بقول أنه حرام الطفل ينقام من طفولته ينتزع منه هالفرصة هذه اللي عنده إياها. أنا عم بحكيك هلأ كأمن المشروع، لأنه الأخوان شافوه مشروع ممتاز وأنا يمكن ماني شايف الموضوع نفس الشيء. ميشيل ظاهر كان الوحيد المهتم، بس بعد لحد هلأ ما سمعنا عرضه. هلأ أنت عم تطلب 600,000 دينار تمام، وتعطي المستثمر 80% من المشروع، ولكن افترضنا مشروع كلف اكثر من 600,000 او 800,000 او مليون، او مشروع بحاجه لاكثر من هيك مصاري. انا بفضل، انا ما عندي مانع فوت مع شريك، ال 20% حلال عليك، في شرط شغلي، انا بدفع 600,000 دينار، لو كانوا 700 او 800 حسب بزبيط تبع المشروع، بدفع 600 لحد المليون دينار، انا لما استرد راس مالي انا بعطيك 20% فري ستيك بالشركه. بعد ال 600 بعد ما استرد الراس مال. ما بعرف راس مال قد ايه رح يكون. تمام. ممكن انا ما بدي التزم معك ب 20% اليوم، بالاخر نطلع المشروع حيكلف مليون دينار. صحيح. نحن عم نقول نحن ندفع المصاري لما استرد راس مالنا، نحن معطيك 20% فري اكويتي بالمشروع. ما عندي وبدنا نبلش. اذا كان عمان انت عامل فيزيبيلتي ستدي، انا بفضل نعمل كمان فيزيبيلتي ستدي للبنان. تمام. ونبلش بوحده ثانيه كمان بلبنان، لانه بتعرف لبنان هي أكيد. التعليم طلع من عندنا يعني أكيد. وحابين نعزز هالقصه ان شاء الله، وانا ما عندي اي مانع لهذا الموضوع. انا حاضر. وأنا مبروك. مبروك. شكرا. مبروك. ثانك يو. شكرا. مبروك. 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 ثانك يو. حلوه الفكره، ودائما الاستثمار فيه ريسك. لا هذا لانه هي اذا يعني اذا مشيت الفكره هي ممكن يكون في تعليم. التعليم منه ريسك. التعليم منه ريسك. لا يعني انا اعتقد انه هو ما نجح بانه يشرح لنا الفرق ليش سماها جامعه عن اي نورمال كي جي موجود. بعد انا خوفني بالعكس الاستثمار في قطاع التعليم. انا صراحه خفت. يعني انا برايي انه كل طفل يعامل كطفل كنابغه، وهو بيكون نابغه يمكن، بس لما بتعامله كطفل نابغه بتذبحه في مستقبله. موفق، بنقول لك مبروك. موفق، كنت موفق يعني بالمفاوضات. كثير مهم تقدر توصل المسج بطريقه كلير لاشخاص مثل الاشخاص الاربعه الموجودين دراجونز، اللي هن يعني بالنهايه بيهتموا باستثمار، يعني بدهم يعملوا ريتيرن اون انفستمنت. تعذبت لتقنعهم ولا بالبدايه شويه، لانه ليكون هو مقتنع اولا اكيد بالفكره بدك تتعب شويه، الا انه الحمد لله كانت الامور مشت سموثلي. أحلام عم تتحقق ومشاريع عم تنهار، الأفكار الفردية مخاطرة والإقناع مش سهل، ولكن المستثمرين دايما جاهزين إذا ما في عوائق. تابعونا بحلقة جديدة مع رابحين ومشاريع جديدة. إذا إحنا استثمرنا بال 450,000 نعم، وبنعطيك 5% من الربح. ذكر هون إنه في رواتب 25% بالمرحلة الأولى. هذا انسى. هذا تدخل. انسى هذا هلا. انت عم تطلب 220,000 دولار صحيح، لتعطي الانفستر 30%. اي شو هالفكره المخترعه عبده؟ لا انا اجي اعطيه 500 600,000 دولار.
أكيد. ليش الاستثمار المطلوب؟ 500 مليار. آسف 500 ألف طبعا. يا ريت. الله يبارك لك. بس إذا بقدر أنا تجج على الكاركتر while he's a good presenter يمكن بياع منيح بس أنا أعتقد he will not be a good manager. I think حتى هو I can guarantee you بست أشهر راح تتخانقوا. تعتقد هيك؟ يمكن قبل.